طيبة. الآن نحن بصدد خلال الفترة القريبة هذه الأسابيع القليلة القادمة سنوفر 20 طقم ستوزع على الأجهزة الأمنية إن شاء الله. تشوفوا صورة أخرى مغايرة خلال الفترة القريبة القادمة هذه بدعم الأجهزة الأمنية وبتوفير الأمن. تعرضت له مدينة تعز ومعارضة تعز يعني أمر مش سهل إطلاقا أن يتم العبث ويتم تكريف مؤسسة الأمن بهذه الصورة اللي حصلت. هذه كانت من يعني أكبر المشاكل التي واجهناها ونواجهها في المحافظة. أجهزة الأمن لم يبقى لديهم شيء، مدمرة كل مقراتهم، منهوبة أقسام الشرطة، يعني سحقت كل ما تعنيه، فكرت مقرات الاستخبارات، تم تكريفها بشكل كامل. الآن نحن نعيد البناء من الصفر وسننتصر وسنعيد بناء هذه القوات الأمنية بجهودنا وبدعم من الحكومة وبالاعتماد على أنفسنا بشكل أساسي. لكننا نعدكم من أشهر القادمة إن شاء الله نكون حققنا قدر كبير جدا في مجالنا، ونحن ثقتنا كبيرة بضباطنا وأفرادنا بشكل كبير جدا، سنحقق قدر في هذا الجانب. الأمن موضوع يخص الجميع، يخص كل مواطن، وبالتالي أيضا هو موضوع لا يخص فقط الأجهزة الأمنية وإنما يخصكم جميعا، يخصكم كقيادات، أنتم قيادات المحافظة كلها في المكاتب التنفيذية، كلها في مجال عملهم. والأستاذ أحمد يرفع يده، صار له ربع ساعة، تمام، تفضل يا أحمد.